جامده. النهارده هنعمل جورميه فته. احنا كده بالفورم الرز هنعمل بيه ديسك عشان نحطه في الفته. هنلفها في فويل، ندلق عليها زيت زيتون وشويه ملح وندخلها في فرن. سلو داون. I did it. هنسوتيه البصل في الزيت، هنحط الصلصة، شوية مية، ملح، فلفل، سكر. Let's go. طماطم in. هننزل بشوية خل. هنقلي سبرينج رول بيستري متقطعه شرايح. كده بنعمل الجارليك ايولي. واو، تشيك ذيس، تحفه تحفه يا ياسر. بعد كده الرز، ونزود الصلصة. بعد كده الستيك والجارليك ايولي. وبعد كده هنرفع الجورمي فتة. So this is not your regular feta. This is like crunchy spring rolls topped with a disc of rice. Mixture of sweetened onions and tomatoes, then a beautiful steak on top, and finally crowned with some garlic aioli. Ya nahar tokh. Roh.